بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدتي الرئيسة. سأدخل مباشرة في صلب الموضوع. يعني موضوع هذه المداخلة هو أساسا تحديد ماذا نقصد بالقدرة المعجمية، أو ما يسمى أيضا في الأدبيات الغربية بالقدرة المفرداتية vocabulary، وله تسميات أخرى. وأريد أن أبين دور هذه القدرة في عملية تعلم اللغة الثانية، على افتراض أن تعليم العربية للناطقين بغيرها يندرج في الإطار. بالنسبة للقدرة المعجمية بطبيعة الحال هي مرتبطة بتدريس المفردات، أو ما يسمى توسيعا حاليا بالليكسيس، معجمة إذا شئتم. في النماذج القديمة لم يكن الاهتمام بالمفردات يكتسي أو له الأولوية، ولكن كان الاهتمام بالمفردات يأتي بعد الاهتمام بالبنية النحوية للكلمات والجمل. مؤخرا يعني مجموعة من الباحثين أثبتوا أن المفردات أو الليكسيس يلعب دورا أساسيا في عملية تعلم اللغة. هذا تحول يعني في العقدين الأخيرين بالتحديد. لذلك بدأ الاهتمام بالمفردات بدل الاهتمام بالبنى أو البنى النحوية. وبطبيعة الحال من بين الأدلة التي قدمت في هذا الإطار وما يقال أن أثناء التواصل وأثناء التعبير يمكن أن نقول بعض الأشياء من خلال المفردات فقط، يعني امتلاك المفردات، ولكن لا نستطيع أن نقول شيئا أو نعبر عن شيء من خلال البنى النحوية بمفردها. إذا المفردات بمفردها تخول لنا نسبة جزئية من هذا التواصل، في حين أن البنى النحوية لا تخول لنا أي نوع من أنواع التواصل. لذلك هذا الاهتمام بالمفردات. إذا ما المقصود بالقدرة المعجمية أو القدرة المفرداتية بحسب ما اطلعت عليه في الأدبيات؟ المقصود بها هو مجموعة من المعارف بخصوص المفردات، وبطبيعة حال هذه المعارف هي التي تخول لنا فهم اللغة، يعني أثناء الاستماع أو الكتاب أو القراءة، يعني هنا الفهم، أو استعمال اللغة أثناء الكتابة والتحدث، يعني تمييز بين. وهي إذا شئتم من ناحية أخرى هي تلك المعرفة التي يستثمرها متعلم اللغة الثانية، يقوم باستثمارها أو يستخدمها هذا المتعلم في فهم واستعمال اللغة في علاقتها بالمهارات الأربع. بالنسبة للتصورات، نجد في الأدبيات تصورات مختلفة بخصوص هذه القدرة المعجمية أو القدرة المفردات. من بين التصورات، يعني لا يمكن أن نتحدث عن نظريات في هذا الإطار، ولكن هناك تصورات حول مضمون هذه المقاربة أو القدرة المعجمية. بالنسبة لي شابل 1994، طبعا حل له أعمال أخرى كثيرة فيما بعد، ف المعرفة المعجمية أو هذه المعارف التي تتشكل منها القدرة المعجمية هي هذه المعارف التي أمامكم، منها ما هو مرتبط بالسياق، منها ما هو مرتبط، يعني السياق هو العنصر الأول بالنسبة لشابل، لأن شابل ينتمي للتصور الشبكي الذي يقول بأن المعجم هو علاقات شبكية، كما سنرى فيما بعد، علاقات شبكية للكلمات، يعني هناك روابط تربط بين هذه الكلمات. ثم ما يسميه بالمعرفة المفرداتية أو المعرفة
المعجمي إذا شئتم، المعرفة بالكلمات. وهذه المعرفة بالكلمات كما ترون هي مقسمة إلى أربع مكونات فرعية، اللي هي الحجم، وهذا معروف في الأدبيات باعتباره أحد أبعاد هذه المعرفة المفرداتية، يعني حجم المفردات، عدد المفردات. ثم معرفة بمجموعة من الخصائص، وهذا أيضا شيء جديد في مسألة تصور المفردات، أن تقليديا كان دراسة المفردات تحاول أن تربط بين الشكل والمعنى فقط، أما الآن نتحدث عن خصائص أخرى، خصائص صرفية وتركيبية ودلالية، بل أكثر من هذا خارج لغوية، تداولية، ارتصافية إلى غير ذلك، وهو ما يسمى بالعمق في الأدبيات أيضا، مثلا عند نايشن وغيره. ثم ينبغي أن نعرف كيف تنتظم هذه المعارف أو هذه الوحدات المعجمية في المعجم الديني لمتعلم اللغة الثانية، وهذا شيء أساسي أيضا وجديد. ثم المعرفة ببعض العمليات الأخرى التي تلعب دور أساسيا في فهم المفردة، كفصل اللواصق الصرفية إلى آخره، والاشتقاقية أيضا. هذا نموذج لتصور ماهية هذه القدرة المعجمية. ثم نجد هنريكسن أيضا 1999 يقدم تصور آخر كما ترون، فهو في إطار التصور الشبكي. طبعا التصور الشبكي في عمومه هو يركز أساسا على المعنى، معنى المفردة، كاين الشكل ولكن المعنى هو الجوهري. إذا بالنسبة لي واحد هو الحجم، ما يسمى بالحجم في التصور السابق، اللي هو إضافة كلمات جديدة، يعني المتعلم اللغة الثانية يضيف كلمات جديدة إلى معجمه من خلال خلق روابط جديدة، وهذه الروابط الجديدة بطبيعة الحال هناك سيرورة لبناء الشبكة، وهذه الروابط هي سيرورة متعلقة ببناء الشبكة. إذن حجم المفردات بالنسبة أو عدد المفردات التي يمتلكها هذا المتعلم حول هذه اللغة الثانية التي يتعلمها. ثم ثانيا هو ما يحال عليه في الأعمال الأخرى بالعمق، هو مدى معرفة هذا المتعلم بالشبكة أو بالعلاقات الشبكية الموجودة بين هذه الروابط الوجودية، يعني العلاقات التي تقيمها الكلمة مع كلمات أخرى واردة مع في نفس البنية. ثم العنصر الثالث، وهو إلى أي حد يتمكن متعلم اللغة من استعمال هذه المعرفة، خصوصا ما يسمى بالمعرفة الإنتاجية، المعرفة المفرداتية الإنتاجية مقابل الاستقبالية. يعني في هذه المرحلة تترسخ الوحدات المعجمية في الذهن المعجمي، في المعجم الديني عفوا. كما تلاحظون هنا أميز بين مفهوم القدرة المعجمية والمعرفة المعجمية. البعض لا يميز، ولكن في الأدبيات نجد من يميز بينها، بحال شابل يميز بين هذه، ولكن معظم المقالات أو الأبحاث التي اطلعت عليها لا تميز بين القدرة المعجمية والمعرفة المعجمية. فإذا كانت القدرة كما قلت لكم هي استثمار للمعارف، للمعارف اللغوية بصفة عامة، فالمعرفة المعجمية أو المعرفة المفرداتية هي العكس، يعني هي مجموعة من المعارف الفرعية التي يحتاجها متعلم اللغة الثانية ليفهم المفردات من حيث الشكل والمعنى، وربما خصائص أخرى إذا شئت. بطبيعة الحال مجموعة من التعاريف نجدها بخصوص هذه المعرفة المفرداتية أو المعجمية، ولكن كما ترون أكد مجموعة من الباحثين على أهمية هذه المعرفة المعجمية. لازلت في البداية. بسرعة سأحاول أن أقول خمس دقائق لا تكفيني حتى لهذه النقطة. قلت
سنسمح لكم استاذ اثناء المداخله باضافه ان شاء الله يعني ساحاول الوقت على هذه العرض القيم و تجي لي 5 دقائق لان ضغط يعني تريدون المزيد فليتفضل استاذ لا ماشي مشكل لا ماشي مشكل تفضل لم اقل اي شيء بعده الجمهور يريد المزيد شكرا سيدتي الرئيسة. غير هو أبعد بالنسبة لأبعد المعرفة اللغوية للأسف سأحاول أن أسرع لا أقفز سأسرع بالنسبة لأبعد المعرفة اللغوية كما تعرفون في الأدبيات هناك بعدان للمعرفة اللغوية كاين البعد المتعلق بالحجم يعني عدد المفردات التي يكون المتعلم على علم بها أو يعرفها وشحال من مفردة واش 50 واش 60 واش 100 واش 200 والأبحاث حددت العدد الذي ينبغي أن يكون ثم ما يتعلق بالمعرفة المفرداتية أو المعجمية أو عمق هذه المعرفة عمق المعرفة يرتبط بالكيفية يعني إلى أي حد هذا المتعلم يستطيع أن يسترجع ويتذكر هذه المفردات ويستعملها أثناء الكتابة وأثناء التحدث لأن هذه هي الأساسية إذن هنا عمق يعني إلى أي حد هو يستطيع أن يستغل هذه المعارف التي أشرت إليها طبيعة الحال هنا أيضا نجد مجموعة من التصورات لهذه المعرفة ميلر يقدم تصور عموما تصور ميلر ما هو أنه 78 وأنه يعطي الأولوية لأنه في إطار الأعمال التقليدية هو يعطي الأولوية للشكل بطبيعة الحال ثم التركيب أو الخصائص النحوية ثم بعد ذلك يأتي المعنى في المرحلة الثالثة من خلال هذه العناصر الواردة أمامكم ثم لدينا نيشن معروف هو الذي يمكن أن نقول أنه قدم نموذج يعني نتحدث عن نيشن نتحدث عن نموذج حقيقي لتصوره لمظاهر هذه المعرفة المفرداتية نيشن عنده 3 العناصر الشكل والمعنى والاستعمال ولكن كما تلاحظون هو عكس التصور الأول فهو يعطي الأولوية للمعنى عن التركيب أو عن الخصائص النحوية الواردة في العنصر الثالث اللي هو الاستعمال يعني وهذا العنصر الثالث اللي فيه الاستعمال فيه ايضا عناصر اخرى خارج لغويه اللي هي السجل والتردد وكذا يعني لا يعطي اولويه او اهميه لهذه الخصائص النحويه ثم كاين كيان 98 ايضا حاول ان يقدم هذا التصور كما ترون فيه الشكل ثم هو ايضا يعطي الاولويه للخصائص التركيبيه وتكون سابقه عن المعنى هناك ايضا نقاش فيما يتعلق بما هي هذه العلاقه بين الحجم والعمق هل حجم المفردات يعني بالضروره ان المتعلم اللغه الثانيه قد اكتسب هذه المعارف يعني امتلاك المتعلم لعدد كبير من الكلمات هل يعني انه قادر على استعمالها في مهارات الكتابه والتحدث